بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن فيديو جديد عن اختبار من اختبارات الذكاء. اعطيني في السؤال بيقول لي اوجد الناتج بدون اله حزم، مدي لي بسط ومقام لكل تربيه، اعطي لي جذر 2 زائد جذر 18 على 4 كل تربيه، عايز يعرف الكلام ده هيساوي كام. تعال نشوف هنحلها ازاي. يبقى الكلام ده عندي هيساوي جذر 2 هسيبها زي ما هي، زائد ال 18 عباره عن ايه؟ عباره عن 2 في 9 على كام؟ ال 4 زي ما هي. طب ال 9 دي عباره عن كام؟ عباره عن 3 اس 2، يبقى ده الجذر ال 2 زائد جذر 2 في 3 ايه؟ اس 2. الكلام ده كان كله اس 2 على 4. يبقى دي هنفكها، يبقى ده الجذر ال 2 زائد جذر 2 في الجذر التكعيب ال 3 اس 2. تمام؟ كل تربيع الكلام ده كان كله على الكام؟ على 4. يبقى الكلام ده هيساوي ادي الجذر الاثنين زائد جذر الاثنين، الجذر التربيعي هنا اكن في 2 صح؟ الجذر التربيعي ل 3 اس 2 بكام؟ ب 3 على الكلام ده كان كله على 4، الكل كام؟ اس 2. هنا جذر 2 وهنا 3 جذر 2، يبقى كام؟ يبقى 4 جذر 2. الكلام ده على الأربعة، الكل أس كام؟ أس 2. الأربعة تروح مع الأربعة، يبقى جذر 2 تربيع بكام؟ جذر 2 تربيع بكام؟ بجذر 2 تربيع بكام؟ ب 2. يبقى إذا المعادلة دي عندي هتطلع بكام؟ هتطلع ب 2.